السلام عليكم ورحمة الله. هذه قناة اليوتيوب، رايحين تلاقوا على قناة اليوتيوب في قوائم التشغيل. لما روحنا على قوائم التشغيل رايحين تلاقوا أحد هذه القوائم عن التسويق الرقمي. لو فتحنا قائمة التسويق الرقمي فرايحين أنتوا تلاقوا معلومات مفصلة حول الموضوعات اللي احنا بنشرحها. يعني احنا شرحنا مثلا وسجلنا كمان حتى صفحة أعمال الفيسبوك، هذا رايحين تلاقوها. شرحنا الانستغرام كمان، رايحين تلاقوا الانستغرام مسجل في هذا الفيديو، هذا الفيديو الرابع والخامس. شرحنا كمان سناب تيك توك، رايحين تلاقوه رقم 9 بالنسبة للفيديوهات. وشرحنا اليوتيوب اللي هو رقم 10، يعني 9 و10 تقريبا. وفي عنا هنا الفيسبوك والانستغرام اللي هو 4 و5. هذه هي الفيديوهات اللي احنا ايش اللي احنا شرحناها. راح احط لكم الاربع روابط في صندوق الوصف في هذا الفيديو. ممكن تطلعوا على باقي الحسابات، يعني حاولوا انكم انتم تستفيدوا ايضا وتعملوا باقي الحسابات من عندكم، وبعد هيك كلها تعملوا لها نسخ لصق على مين، على الووردبريس، وتركبوها عندكم على مين، على الووردبريس. اطلعوا على باقي الحسابات من باب الاستفادة أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.